حتى دي ريزان، وما كانش يكون مخالف، فكرحوا اكثر بالمخالفين، فالذين غادروا لهم يعني حوار اخر مستقبلا سيمانه ولا شنو نديروا معهم الحوار. ولكن من الافضل يعني يكون المسلمين، لان اكثر كيسولوا في نونوستيك واش ما كيتناقش، وحنا بغينا نوضح الدين وكذا. مرحبا بهم، اهلا وسهلا بالجميع. اوكي كاين شي اصدقاء طلعوا خويا شمقمق. اوكي انا عندي واحد السؤال الى ممكن. اوكي لكن كلاب كلاب كله ولا خويا استنى نوبتك اخي كلاب كله ولو لا انا عندي سؤال نوستيك زعما الى كان نشوفوا يعني بدات اسمع مرحبا بك اخي وي نشوفك راك كاسا ممكن نطرح السؤال ديالك. ما كاينش بزاف غير كراك وتورات، ما كاينش بزاف. لا لا ماشي مشكل، كان باغي يهضر ماشي مشكل نتسنى. اوكي ماشي مشكل بحال بحال. شكرا كلارك. لا انا فقط هذه ملاحظه ان نوستيك يعني انت بالاعتبار انك ربما كتعتبر راس ديال الملاحد المغاربه، هذا ماشي زعما وصف ولكن زعما هذه حقيقه انك ربما اشهر ملحد مغربي، في حين اننا يعني في الواقع ما عمرنا شفناك انك تتناقش الاصول. يعني دائما انت ماذا تفعل في الحقيقه هو انك تذهب للفروع، مثلا تذهب للفروع تبدا تناقش في الفروع، هذا التشريع انا لست متفق معه، هذا التشريع كذا هذا التشريع كذا، في حين انك تترك الاصول. مثلا اعطيك مثال، انت ما عمرك شفت انا شي مناظره ديالك ولا شي حوار ديالك في وجود الخالق، ما عمرك شفت مناظره منشوره ديالك في وجود الخالق. هل لهذا الكون صانع خالق ام لا؟ يعني هل هذا الا ترى ان انت يعني كممثل للملاحد المغاربه، الا ترى انك يجب ان تكون لك نقاشات في هذه الامور، ام ان يعني انا اعتبر ان هذا نوع من التهرب من نقاش في الاصول والهروب لبعض التشغيبات، ولا انتم يعني تسميها شبهات او تسميها كما تشاء، ولكن هي في الاخير تبقى مسائل نسبيه. مثلا ان تاخذ اي شبهه هي تبقى مسائل نسبيه، هذه فروع. اذا ثبت الاصل مفروض الفروع تتبع الاصل. اذا انت يعني تستطيع مثلا ترى ان الاسلام هذا شيء خاطئ وان الالحاد الذي تبناه انت او الادريه هي الصحيحه، فالمفروض ان ناتي للاصول وتناقش الاصول. لماذا نوستيك ليس لديه اي مناظره في الاصول ولا يناقش فيها ويتهرب منها ويقول لك هذا امر لا يهمني؟ اليس هذا بتهرب؟ اي اسمع الجواب، دابا انت كتجاوب قلتي وكتجاوب في بلاصتو، عطيتي السؤال هو يجاوبك. مرحبا بك، تفضل اخي. اوكي اولا انا ما لا ادافع على الالحاد ولا ادريا كان كبديل او ان هي اللي صحيحه ولا هذه، وانا لا ادعي انني عندي الحقيقه المطلقه كما الناس اللي نورمالمون اذا كانوا عقلانيين راه ما تدعيوش ان عندهم الحقيقه المطلقه. اذا حنا هنا ماشي في صراع الالحاد مقابل الاسلام او الالحاد مقابل الايمان او الالحاد مقابل الربوبيه او الالحاد مقابل لا ادري، هذه كلها مواقف اللي مبنيه على قناعات ديال الانسان. هذه قناعه، هذا موقف ديال واحد الانسان. انا لا ابشر تنبشرش انا بالالحاد، ما تندعوش للالحاد، ما مسوقش انا لهذه القضيه هذه. الايمان هو مساله شخصيه ديال كل واحد، واللي بغى يامن بشي حاجه يامن بها. ما هذا ما عمره كان هدفي، وإلا غنكون أنا أحمق من الحمقى إلى باغي أن الناس يخرجوا من الدين ولا يوليوا ملحدين. أنا شنو الربح اللي عندي ولا الخسارة اللي عندي؟ لا شيء، هذا مضيعة الوقت. نجي للسؤال ديالك. أولا كاين شحال من مرة كاين درت يعني مناظرات وحوارات في مسألة، مثلا مسائل اللي خاصة بالإله الإبراهيمي ممكن ترجع ليها ربما قديمة ما شفتهاش. مثلا معضله الشر كاين درت فيها ربما جوج المناظرات، كاينه كذلك حوارات يعني تقدر تسميها مناظرات ولكن هي اشبه الحوار من مناظره اللي كانت فيها الهضره على الاله الابراهيمي. الان علاش ما تركش في هذا النقاش هذا؟ لانه نقاش زائف، هذا هو السبب. نقاش زائف. علاش نقاش زائف؟ لان ما من وراه حتى شي ربح. وانا غنعطيك علاش، يعني نعطيك امثله علاش. نقاش الايمان والالحاد هو نقاش اللي ما غيوصلناش لشي نتيجه، لانه لو انا مثلا امنت بوجود سبب للكون، لان انت كمسلم عندما يعني تناقش واحد الانسان
ملحد في وجود الله أو وجود الإله، فأنت ما تتناقشوش في وجود الإله الإسلامي، أنت تتناقشو في وجود أي إله، يعني أي إله كما كان، يعني أنت تتناقشو كربوبي، تتلبس العباية ديال الربوبي وتتناقشو، تتناقشو في سبو في سبب للكون. فهنا الأدلة اللي تجيب ماشي أدلة خاصة بالدين ديالك، تجيب أي حاجة، تتقول والسببية ولكل سبب مسبب، والبعرة والبعير والأثر والمسير فأنت تتولي ربوبي. إذن شنو هو الهدف بالنقاش إلا ناقشتيني أنا كربوبي؟ غيكون الهدف هو أنني نولي تنآمن بسبب للكون، هذا هو الهدف. لأن ما تتناقشنيش أنت كمسلم تحاول أنه يبين أن الإله الإسلامي كاين، لا، أنت تتحاول تقنعني أن كاين سبب للكون. فأنا اللي نطوله ونقصره، أنا دابا وليت تنآمن بسبب للكون، يلا شنو غيتغير؟ لا شيء. إذا ضيعنا الوقت وتا حاجة ما تبدلات، لأن باش تنقص من سبب للكون الوجود الإله الإسلاسلامي خصنا نهضروا في الدين الإسلامي ونشوفوا واش هل لا الإله الإسلامي. غير نقطة حتى تفاعل معك أنا كنشوف أن دائما هذا مرة أخرى هروب، هذا هروب، أنت تغالط هنا. ماذا تفعل؟ تقول لهم نحن بما أن مسألة وجود خالق لهذا الكون، هناك أديان كثيرة، هناك من يؤمن بخالق اسمه الله، هناك من يسمي هذا الخالق شيء آخر، فتعالوا لا نبحث أبدا هذا المبحث، وتعالوا نهرب إلى الشبهات ونهرب إلى التفريعات أو إلى كذا. أنا لا أتفق معك، أنا أرى هذا سؤال وجودي، أكبر سؤال وجودي مهم بالنسبة للبشر، والدليل دليل على الكلام أن كبار الملاحدة يناقشون هذا السؤال، وتكون المناظرة غالب المناظرة تكون في هذا السؤال. يعني لو أخذت أغلب الملاحدة يناقشون السؤال، حتى غيشاغ داوكينز أو الملاحدة الأربعة الذين يبشرون بالإلحاد، تجد كلهم عندهم مناظرة في هذا السؤال، وعندهم يعني كتب يحاولون أن يعني يروجوا للمسألة الإلحادية ويناقشون هذا السؤال. القول أن لا هذا السؤال ليس مهم لأن هناك، لا، المسلم عندما يقول المسلم أنا أؤمن بإله، معناه أنه يؤمن بأن لهذا الكون خالق. ناقش معه أولا، أنت سميه ربوبي سميه كما تشاء، ناقش معه أولا هذه النقطة، لماذا تهرب منها؟ ما بقيتش تنسمعك عزيزي، كتحرجوا من الدين ديالكم، ما بقيتش تنسمعوا. واش ليس اوكي انا نحن نناقش جميع الامور، نناقش اي نناقش الاصول والفروع، وهذا انا الذي اقوله لنوستيك انه هو لا يناقش الاصول، يهرب، وهذا ما فعله الان، يقول لك يعمل مغالطات، يقول لك لا نبحث سؤال وجود الخالق، لماذا؟ لأن إذا يجب أن نبحث، لأن هناك أديان كثيرة، وبالتالي نقفز مباشرة نبحث في الأديان. لا، ابحث أولا، أجب أولا على هذا السؤال، ناقش هذا السؤال، ومسألة أصولية أخرى، حتى بعيدا ربي تقلي أغلمي فقط أنا يعني لا أخي ياسين، لك الإله أن سلم عليك شكرا فقط لكم صح وراح صار لكن من الإسلام شريعات عن إله، واش تجتمع من عند الله، واش محمد تكلم على الله، هذا هو السؤال. واش كتخافوا تناقشوا في النقاط؟ انا قلت لك ان المسلمين يناقشون جميع المواضيع اصولا وفروعا، والدليل انك ستجد كتب كثيره في دلائل النبوه تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو نبي عند الله، وامور وهذه ناقشوها من يعني في القرون الاولى كتبت كتب في هذا في هذا في هذا في هذه في هذه في هذه في هذه كتبت اما واش قدر انكم تقاولوا كتب تناقشوا معنا فيها، يعني مثلا يعني اعطونا شي حاجه كدل على ان هذا الدين عند الله. طيب أنا قلت لك موجود كتب كثيرة في دلائل النبوة، موجود كتب كثيرة. الآن سؤال يا الغليمي، لماذا أنتم يعني المفروض، وأنا أقول هذا الكلام لنوستيك لأنه هو يعتبر نفسه، يعني حتى لو لم يعتبر نفسه الملاحدة يعتبرون أنه يمثلهم، يعني لماذا نوستيك لا يناقش الأصول؟ وهو الآن يعني أنا عند سؤالي له لاحظت أنه يهرب، يقول لك لا هذا السؤال لا يهم وكذا. لا، هذا السؤال مهم، والمحاولة الهروب من هذا السؤال
هي محاولة فاشلة للأسف. أنا أرى أن هذا السؤال لا هذا من أصل الأصول. لماذا لا سنناقش هذا الموضوع يا نسيك؟ يعني أنا قلت لك ابحث هل لهذا الكون خالق؟ انسى أي دين. السؤال هل لهذا الكون خالق أم هو نتاج صدفة؟ هذا هو السؤال. سؤالك واضح راه جاوبك اللي بغيتي يعاود لك الجواب 700 مرة بغيت تزيدو نصك شي جواب اخر ولا انا تنشوف ان الاخ ياسين انا تنشوف ان الاخ ياسين ما سمعش مزيان داكشي اللي قلت يعني حيت من عاود يعني لخص داكشي اللي قلت ما قالش داكشي اللي قلت انا يعني كون ركز في داكشي اللي قلت ما كانش غي ما كناش غنوصلوا لهذا التكرار ديال السؤال مره اخرى. اولا انا ناقشت في هذه المسائل ديال وجود الاله وتنشوفها انا بانها نقاش زائف. الهضره على ريتشارد دوكينز ولا على سام هاريس ولا على دان دينيت ولا على كريستوفر هيتشنز للفرسان الاربعه كما يسمون هذا ما يعني والو. يعني واش باغي زعما تثبت عليا شي حاجه تقول لي وقال مذهب سام هاريس كذا وكذا وانت تتبع مذهب سام هاريس فهذا يلزمك؟ راه ما الالحاد صاحبي موقف. واش انا خصني نتفق مع ريتشارد دوكينز ولا ان ريتشارد دوكينز دار شي حاجه انا خصني انا نديرها ولا يكون عندي نفس الراي؟ لا ليس صحيح. انا اعطيتك مثال واضح قلت لك اوكي انا دابا امن بسبب للكون انا اصبحت الان ربوبيا انا دابا ربوبي شنو غيتغير؟ لا شيء. اذا غندخلوا دابا في نقاش ديال الدين الاسلامي اذا غيطولنا الطريق على والو يعني ما كاين حتى شي استفاده في الدين الاسلامي. واخا تكون تتامن بوجود اله غتمشي لجهنم. واخا تكون تتامن بالدين كاع الاسلامي تقدر تمشي لجهنم الا كنتي من شي فرقه ماشي من الفرقه الناجيه فغتمشي لجهنم. فواخا تكون تتامن تاب محمد غتمشي لجهنم كما هم الرافضه والكثير. إذا فما بالك بواحد اللي غير تيامن بسبب للكون؟ إذا ما تغير والو. فالنقاش ديال الإيمان والإلحاد هو نقاش عزيز على البعض لأنه تسهل لهم المأمورية. هو نقاش زائف لأن بالنسبة لهم هو زوين. علاش؟ لأن تتبعد على مشاكل نستيك. علاش هبطت عزيزي؟ انا ما هبطت ما والو. انا ما عندي حتى شي حاجه ما عندي والو عزيزي. انا احاور بادب. سامي قال له انا لي لماذا تنزلني هذا جبن؟ لماذا تنزل انا اسال ادب وغسم وانا جبن. لا لا هذا يا الغليمي هذا انتم تنتقون محاوركم. هذا انتقاء. سامي تركته هو لم تنزله هو الذي نزل بنفسه. هذا انتقاء يعني ممكن لا تنزلني ممكن هذا الكلام أما أنك ستنزلني قدرت تسمع. أنا نزلتك لأن ما كاينش واحد غادي يتناقش بشكل يعني غايش دقريمة ديال الموضوع فأنت عطيناك حق أنك سولتي فاش كتسالي غنزلو بحال أي واحد. هذا هو القانون ديرينو ماشي. أنت بغيت تناقش شنو بغيت تشد الموضوع؟ أنا أريد النقاش. أريد النقاش. لماذا نزلتني يوم بلوس دو سا الغليمي؟ راه كان بلوكي شي ناس راه ملي نزل عاد طلعوا راه كان بلوكي الناس عندنا داكشي. شنو بلوكي 700,000 واحد اخي ياسين طلعت تسمع من فوق؟ راه بلوكي الناس كاينين الناس. وي بحال اللي وقع لينا مع ياسين مع بحال اللي وقع لينا مع السامي. انا براسي ما قديتش ندخل حتى بطو السامي وياسين. انا لا ليس عندي في البلوك ولا شخص واحد عندي في البلوك. صافي ماشي مشكل. ياسين ما عندي ولا شخص لا ملحد ولا اي شخص صفر بلوك. انا محلي ياسين نقول لك واحد القضيه اخي ياسين. علاش حيدوا البلوك؟ علاش انا مثلا السامي داير البلوك ها هو حرم راسه من المايك. حيدوا البلوك باش تقدروا تاخذوا معنا المايك. راه ما يمكن لا يعقل. راه ما دمتي انت داير البلوك ومبلوكي الناس راه غيبقاو يهبطوا عباد الله تيكتشفوا شكون اللي مبلوكي الناس وما غتعاودش تاخذ المايك. يعني غباء منك انك تبلوكي المايك. انا قلت لك عندي صفر بلوك والغليمي قال انزلني لم ينزلني على البلوك. لم ينزلني على البلوك انزلني لانني انهيت السؤال. هذا رايه. هذا نزلتك على هذه القضيه ولكن على قضيه الغليمي. انا الغليمي واحد القضيه راه ما يمكنش ما يكونش عندك البلوك اخي ياسين وطالع عندك تمايا داك السلوغون اللي فيه في داك هذاك السينيال. هذاك السينيال اللي كيديروا الملاحظه داك السينيال. وانا اتحداكم يكون عندي البلوك سيد اللي مبلوكيه حتى كلشي اللي غير بوحدي. الا كان عندي البلوك قديم انا ما عنديش البلوك. عندي ماشي مشكل غير هو فهم الموضوع ديال اليوم انه ماشي نقاش. يمكن ناخذ شي وقيته ولا شي حاجه ويكون نقاش ولكن اليوم طيب اخر مداخله. اخر مداخله غير فهم البرانسيب صافي. انا اخر مداخله مادام انتم لا تريدوا النقاش. لا لا هو السؤال ديالي انا خليني غادي نختف دقيقه ولا كاين كيهضر. خليه يكمل وهضر.
يقطع غير نوستيك راه هو يبقى ليه راه المجال كله مفتوح نوستيك. انا 30 ثانيه وغادي نختم وغنبقى نسمع في الاستماع. غير خليه خليه على الغليمي كمل المداخله ديالك ياسين تفضل. اوكي شكرا. يعني انا السؤال ديالي انا سمعت الجواب ديالك نوستيك ولكن راه نفس راه اصلا لم تجيب على السؤال. يعني كيبقى بالنسبه لي هروب من انت كتقول هذا النقاش ديال وجود الخالق كتشوفه غير مهم وانا كنشوفه مهم. هذا هو اكبر فيصل بين الالحاد والايمان. يعني تقول لي غير مهم هذا 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 اولا. ثانيا انت عندما تطرح الشبهات او تاتي لمساله في التفريعات هذه الشبهات اذا ثبت الاصل اذا ثبت انها ان لهذا الكون خالق وان هذا الخالق ارسل انبياء فعلا وارسل نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالادله دلائل النبوه ان هذا نبي فعلا. سؤالي الان هل انت هذه الشبهات التي تطرحها الا ترى انها ستصبح مجرد تشغيبات؟ يعني انا اتمنى تجيبني على السؤال اذا ثبت لك ان هذا نبي من عند الله من عند خالق هذا الكون. تفضل. اوكي كاين جوج حوايج نقولوا اننا الان لقينا سبب الكون وكان سميه سبب الكون انت تسميه اله ولا تسميه اللي بغيتي ماشي مشكل. نقولوا ان كاين سبب للكون كاين مسبب للكون كيما بغاي شنو هذا السبب ما نعرف المهم كاين يعني ثبتنا انه كاين سبب للكون. فراه قبيله غير ما سمعتينيش هضرت على هذه القضيه هذه راه كاين فرق كبير بين انك تقول انا دابا مقتنع وتنامن بسبب الكون وتنقز الاله الاسلام فرق كبير بزاف. يعني خصنا نثبتوا عاوتاني ان داك سبب الكون هو اله الاسلام ماشي شي اله اخر هذه الثانيه ومن بعد نشوفوا واش داك اله الاسلام بالصح كان وديك الساعه نشوفوا التشريعات ديال هذا الاله هذا لان ماشي بالضروره انك صافي راه امنتي بان سبب الكون وامنتي بان هذاك محمد راه نبي ولا ان هذه غتتفق مع تشريعات هذا الاله هذا راه كاين مشكل راه كاين ما كاينش غير الالحاد في هذا الوجود هذا راه كاينين الناس اللي لا دينيين يعني تيامنوا بوجود اله تيامنوا بان كاين حياه ربما كاع بعد الموت ولكن ما تيامنوش بالتشريعات الاسلاميه. راه فرق كبير ما بين سبب الكون وتبيع الناس في اسواق النخاسه كاين فرق كبير بزاف يعني ماشي غير الحماره والطياره راه الديناصور والاف 16. فتفضل عزيزي كمل اخي الغليمي. شكرا اخي نوستيك ربما الجواب ديالك واضح فما كيهمش هما راه ما بغيش يسمعوا فان عكسنا صافي. كلارك شمقمق خويك معنا واه واه معاكم انا وسهلا بك خويا انا وسهلا. انا عندي واحد سؤال واحد دقيقة إلا سمحتي غير تساؤل تبادر إلى ذهني ملي سمعت الأخ ياسين تيهضر دابا هاد دلائل النبوة قال لك هو دلائل النبوة هاد دلائل النبوة اللي عنده هو يعني مستعد يقنع بها الجميع الملحد واللاديني والربوبي والمسيحي هذا هو السؤال يعني واش هاد دلائل النبوة عندك أنت مقنعة للجميع إلا كانت ما قنعتش بزاف ديال الناس 1400 عام هادي فهمتيش بغيت نقول لك دلائل النبوة لا يعني أنها تقنع الآخر إلا كانت كتقنعك أنت كمؤمن لا يعني أنها تقنع الآخر والمشكلة هو إلا ناقشتي في دلائل النبوة كيبدا يسبك كيبدا يخسر الهضرة وأنت كتسب الرسول دابا مشكلة ناقشتي معاه دلائل النبوة كتسمى سبب العام ناقشتي معاه شي حاجة أخرى ما فهمناش حنا هاد الناس صراحة إلا إلا لا ما نناقشوش معهم الشبهات لأنهم سبب إلا سمحتي عزيزي غير واحد النقطة نسيتها يعني مش نقطة غير إضافة صغيرة بغيت نضيفها للأخ ياسين وهي هو قال أنا تيبان لي أن موضوع الخالق ولا وجود الخالق مهم وهذه أنا ما عنديش مشكل يعني أن أنت يبان لك بأنه مهم ولكن أنت ما خاصش يكون عندك مشكل أنه تيبان لي أنا ماشي مهم فهمتي هذه حريه ديالك يعني انت تيجيك هذا الموضوع هذا هو الاهم وهذه صافي ركز عليه سير فيه مزيان ولكن ما تفرضش على الناس انهم حتى هما خصهم يشوفوه بانه مهم انا تيبان لي مضيعه الوقت ونقاش زائف انت تيبان لك هو الاهم صافي مزيان هذه هي يعني حريه الحريه ديال الانسان انه يقتنع ولا يفكر كما بغى هو هروب للامام اخي نوستيك يعني باش ما يناقش داك المشاكل اللي عندك علاش تيبان لهم هو الاهم لا هروب للامام فوالا هو تيهرب غير من المشاكل في الدين واثاره الشبهات تيفضل انه يناقش معك المساله الفلسفيه فهمتيني ما تيناقش معك التفاصيل ديال الدين لانه هو عارف بان الناس غادي
قد تعلق شبهة في احد في اذن احد المستمعين او في قلبه جيني هو عارف هادشي داكشي باش هو تيدلس على الناس وتيحاول يدير واحد الضبابيه ويوهر الناس ان راه المشكل بيناتنا هو وجود اله من عدم نو المشكل مع انتوما عندكم مشكل مع العالم مع المسيحي مع الهندوسي مع البودي مع الربوبي مع العالم ماشي غير مع الناكرين وجود الاله انتوما عندكم مشكل مع عدم اللي ما تيامنش بالسنه والجماعه حتى الشيعه اللي تيامنوا بالله والرسول ديالكم ما تتفقوش معهم اذا الموضوع في مناقشه الاله هو فقط صفطائيه منكم لان انتوما ما كتناقشوش الشيعي على كاين الاله ولا ما كاينش اوكي لا تعمم لا تعمم حتى حنا ناقشوا معنا واش محمد النبي ولا لا واش دار شي حاجه دون مقاطعه بليز اخوت غير واحد اسمحوا لي اخوت لي ما تبقاوش تطلعوا راه كاين اللي مكلف بالتطلع والتهباط واللوجيستيون كامله والتفرق ديال الموديغاسيون حتى هي ما كاينش علاش انا سي غير نكونوا 300 واحد كنديروا نفس الحاجه راه كاين ديجا الغليمي متفق مع اللي مكلف فشكرا لكم فقط على هذه المساله هذه بغيت نوضحها الحمد لله الحمد لله ماشي انا اللي مختص بالتطلع غير واحد النقطة دوزها مورو الكرام هو كيقول لك أننا عمرنا ما ناقشنا في وجود الخالق وناقشنا مش حال مرة وكاين تسجيلات وكذا وهذه يعني غير أونتر بارونتيز يعني لما تفضل يعني الخير وهما لا يستنى معمر جابوا دليل واحد على وجود الإله ولا دليل على أن محمد بي ولكن يقول لك رحنا في نافتاري جادلا أننا لقينا الأدلة وتلقى مع الجبال تلقى الدليل على وجود الإله وتحطونا تقلنا الدليل على أن محمد مولود مع الله وتحطونا عاد فعلى أي المشكل بان هذا سيكذب معروف انا قلت لكم ما عندوش مهم من شر الالحاد ماشي قلت لكم ما بالعكس سيكذب هذا بدون خجل بلا حياء على عينيك ابن عدي واش كدير انت يا في البالطوك واش كدير في يوتيوب وما هو الغرض من هذا هو انك تنشر الالحاد ماشي الالحاد بقدر ما هو اعتراض ورفض وشيطان للإسلام هادشي راك تديرو ومعروف ها دري عنده عامين غير عارف هادشي وهكاك ومازال تيكذب لأنه يتنفس الكذب ومدمن الكذب على اين بالنسبة للأخضاطة ما غينقش معاك الأصول ولا الأخضاطة ما غينقشهاش معاك لأنه هو الأصول عنده ورطة فيها سيبين فيها جهله وأنه حتى في الإلحاد أنه لا يناقشه لأنه سيبين فيه جهله ما عارف حتى شي حاجة والو نقشع كي تنقولوا حنا بالدارجه اوكي وهو كريتيان سابقا الخلفيه الدينيه الاخير الكراز وكنت كرز كان في البالطوك في القسم المسيحي الجديد في المغرب من تما تعلمت وصلنا الشبهات هو ميم شنو بدل بدل غير جلده العظم نفسه في نفس السوسه ديال اللي كانت عنده من قبل اوكي بدل غير جلده كانت جلده ديال كريتيان دابا رافع ديال اغنوستيك اوكي ف ما غيناقشهمش معاك لانك لا يظهر جهله ثم علاش غيناقش معاك هو لانه يريد ان يجلس نفسه في ماذا على كرسي القاضي ويجعل الاسلام في قفص الاتهام شي على طريقه كيفاش دايره وهذا له ام خبث وطريقه بمن الناس اللي كتفكر وراها الا لاحظتوا معايا راه كاين التبشير راه تيدير التبشير سوق النخاسه شي الامثله اللي تتعطى كامله حتى ولو أن الموضوع ماشي هو الإسلام لكنه يريد أن يستغل هذا أي مداخلة لماذا للمرور إلى شيطرة الإسلام هذا كيكون التبشير هنا كان من الأخ دافا يوقف يقول له لا التبشير ما كنهضروش حنا على التبشير علاش كدير التبشير أوكي فاهم لا تبشر ما تبشرش هذا لأنه هنا شنو بغي يدير بغي يمرر ميساج نو نوقف يكونوا في حوار حتى نناقشوا الأصول والشكل ديال الحوار خاصو يكون لماذا تريد أن تستغل هذا لشيطرة الإسلام ماشي ملحد هذاك حيتي انا هناك مصطفى اللي هو الملقب بالغليمي قال تتحرجون من دينكم عاودها بغيتك تعاودها لي وتقول لي عليها انا ملحد نتحرج من ملحد مادي او من لا ادري مادي في اعتراضه على مدى على الاسلام لن نتحرج اسمع لن نتحرج في نقاش ملحد أو لا أدريين يعترض على هتلر لأن تنعرف الخلفية اللي وقف عليها الأرضية الهشة ماشي أي السقوط هي ساقطة فهمتيني ما بقى لها حتى شي حاجة بقى تغيش واحد شعرة
اللي شدها كما سنقولوا على سبيل المجاز. اوكي فحتى ما قل لي انا يهودي او نصراني نناقش معك الفروض، تقول لي انا يهودي انثى او نصراني نناقش معك الفروض. بالمناسبه هذا الغنيمي هذا يعني لو كان يملك الحد الادنى من الخجل لا اقول الحياء لان الحياء متقدم جدا يرجع يسمعوني مزيان الاخوان مناظره يقسم يتجاوز وهو جلد وصلخ اسد الهاشمي للغنيمي دار واحد العامين ولا واحد في الالحاد صلخوا على القول لدرجه بان واحد الملحد كتب ف يعني في الفاستوك سود الله وجهك كما وجهك كما سودت وجهنا يا الغنيمي هذا ملحد. فانا اقول من بعد نحاول نحط لكم الرابط ديال هذه راح تصلخك لها. ف قلنا هذا ما تناقشوش هذا الشيء لانه عارف الراسو بانه سيتم تعريته هو عنده الغرض بانه يكرز يدير الهجوم على الاسلام بسميته من وكانني اقرا من فرسان الصليب او من مواقع يسوع هو مدافعين عن مريم في هجوم على الاسلام الى غير هذا. يعني كانني اتحدث مع نصارى ماشي مع من يقولون انهم ملاحده او لا ادريون او لا دينيون او لا شيء من هذا القبيل. هذا لا علاقه لهم لا بالالحاد ولا باللا ادريه. فالاخ داتا حقيقه تهبطوه ما علاش تهبطوه بحال هادشي لانه تعرف المسلم تعرف القاصح وخصو مسلم ما كيهتمش بهاد الحوارات. اما اللي تيعرفك من البالطوك تيعرف صرايرهم تيعرف ما معنى الالحاد يقريك الالحاد الا بديتي هضرتي حدا على لا ادريه يجلسك حداه ويشرح لك بالطباشير والخشيبات. اوكي هادو كيتفاداوهم وما تيبغيش ولا يطلعوا راه ما غيعطيش اريحيه انه يناقش باريحيه بحال هذا. خصنا نناقشوا انك يقول الفرقوعات قال الطوان جمل تيقولهم فهمتيني كل جمله خصك تفكها فيها التخربيق بزاف ما كاين غير التزربيق. لكن الا قلت يقولوا ما تقاطعوش ما خصو لان المقاطعه او عدم المقاطعه هذه غير وسيله شكل الاهم هو المضمون. اذا كنت غتقول له واحد الفرقوعه وغيسمعها وحدين اخرين ما غيقلبوش راه خصني نوقفك نطالبك بالمصدر نطالبك بالاحاله نطالبك بالمعنى شت الشرح. الا كنت كتقول للجير غير خصني نوقفك هذا هو ما ينبغي ان يكون. ما تيبغيوش هذا الشيء هذا خصو هو يدير الخطب حتى وان كان يقول فهمتيني جهلا ويقول تدليسا ويقول ما شاء المهم يعطيه فرصه ويظن الجاهل انه على شيء. لكن تحياتي للاخ داتا وحنا قلنا حنا اننا قادمون وندعوهم دائما الاخوان مغاربه ضد الالحاد قناه مغاربه ضد الالحاد غتولي غير هذا الشيء مش مهتم ربما بهذه الحوارات مي غتولي ان شاء الله باذن الله لهذا الشيء هذا وهذه النقاشات هكا ما غنخليوهمش. انا نقول واعد المغاربه ان مغاربه ضد الالحاد باسم الاسلام بروح تا مغربيت الدم ديال تا مغربيت اللي تيجري فينا ما غنخليوش هادو يستفردوا باطفال المغاربه بشبان وشابات المغاربه. اننا قادمون لتعريه الجهل لتعريه الكذب لتعريه التدليس لتعريه التبشير والتنصير لكن بجلباب الإلحاد. تحية لكم جميعا.